السلام عليكم. في المحاضرة 11 من مادة الكارديو راح ندرس به الشوك اند هايبرتنشن. بالبداية كمقدمة عنه، الشوك شنو هو؟ الشوك هو عكس الهايبرتنشن. الشوك هو انخفاض الضغط، اكسسيف هيبوتنشن، انخفاض الضغط يعني حال، بالتالي يسبب لي اغماء، نسميه الصدمة شوك، قبل ينغمى عليك ويصير بسبب يعني اسباب معينة والى انواع معينة، وهسه راح ناخذها بالبداية. اول شيء نجي للشوك. الشوك اسمها الثاني اللي هو بور بريفيوجن، يعني نقصان التروية. هو من يصير اكو نقصان تروية يعني دم قليل، ما دام دم قليل يعني ماكو شيء او ماكو دم جاي يضغط له على اطراف الشريان، على الوول اوف ذا ارتري، تمام؟ بالتالي ما يصير عندي يعني برجر، ما يصير عندي ضغط، فصير عندي هيبوتنشن. هو هذا الشوك. بالبداية عرفنا انه الشوك هو يصير اكو كاتاستروفيك فال، يعني فد نقصان كارثي او نقصان كبير جدا بمن بالضغط بالبلد بريشر، بالتالي شو ادي لي؟ وادي لي الى الاغماء او الشوك. وحسب هذه المعادله، هذا راح تكرر عليك على طول السيشن، هذا اللي هو المين بلد بريشر، هذا من الارتيريال بريشر، البلد بريشر يتناسب طرديا ويا من ويا الكارديوك اوتبوت ويا التوتال بريفرال ريسيستنس. يعني اذا قلت التوتال بريفرال ريسيستنس شو راح يقل وياه؟ البلد بريشر. اذا قل الكارديوك اوتبوت شو راح يقل؟ البلد بريشر. فهذا تحفظ لي اياه من هسه زين. فالشوك ممكن يصير بسبب نقصان كاردياك اوتبوت، او ممكن يصير نقصان توتال بلاد ريزيستنس، حلو. وهذه كل وحده لها اسباب هسه راح ناخذها. هسه راح ناخذ نجي المن الى انواع الشوك اللي راح ناخذها هسه. اول وحده، اول نوع راح ناخذه اللي هو الكارديوجينيك شوك. شنو هذا الكارديوجينيك شوك؟ معناه بامب فيلر، القلب جاي يستلم دم بس ما يقدر يضخ هذا الدم، نسميه بالكارديوجينيك فيلر او الكارديوجينيك شوك. زين، فنتريكل كان نوت امبتي بروبابلي، يعني الفنتريكل هو ممتلئ بالدم بس ما يقدر يبمب، ما يقدر يسوي بامبنج، ما يقدر يدفع الدم للايورتا، بالتالي الايورتا يعني يفقد الدم، ما يصير بيه دم هواي كافي على مود يسوي يعني فالتنشن او البرجر طبيعي اللي هو 120 على 80 او هيك شيء، يسويه قليل، فيصير عندي هيبوتنشن ويصير عندي شوك. زين، النوع الثاني من الشوك اللي هو ميكانيكال شوك. هذا شنو هو الميكانيكال شوك؟ هذا فنتريكل كان نوت فل بروبابلي، يعني شنو هو؟ يعني عكس من تقريبا عكس الكارديوجينيك شوك، هنا الفنتريكل ما يقدر يمتلئ، كان نوت فل بروبابلي. زين، جيد. بعد الهايبو فوليوميك شوك. الهايبو فوليوميك شوك هي يصير اكو ريديوس بلاد فوليوم، يصير اكو نقصان بالدم اللي بجسم، يعني القلب ما بي شيء، الشرايين ما بيها شيء، لكن مكان ما كان عندك 7 لترات صار عندك 4 لترات، تمام؟ فصار عندك نقصان بمن بالدم، الاوعيه الدمويه ما تنترس، القلب ما جاي ينترس، دم ماكو، شلون النزيف؟ اثناء النزيف يصير اثناء العمليات الجراحيه، ممكن تمر بمن بالهوبو فوليوميك شوك. وبعد اكو نوعين هسه راح ناخذهم بعدين ان شاء الله بنهايه الليكتشر. نبلش اول شيء بالنوع الاول اللي هو الكارديوجينيك شوك. الكارديوجينيك شوك يقول يقول اكيوت فيلر اوف ذا هارت ماينتاين كاردياك اوتبوت بامب فيلر، يعني ما اقدر اضخ الدم للخارج، تمام؟ ما اقدر اسوي برجر على الشريان مثل الايورتا، ما اقدر اضخن الدم. يقول following myocardial infarction or damaged left ventricle. ليش يصير هيك شيء؟ ليش يصير هيك شيء؟ يصير اما بسبب myocardial infarction، يعني العضله مالت القلب شلون يصير بها myocardial infarction هواي وتموت جزء شوي شوي، تموت تستبدل بفايبروس تيشو، يصير بها فايبروسيس، وهذا ماخذينه بالسيشن السابق قلت لكم بها. زين، وما تقدر بعد تسوي شو اسمه، تسوي contraction او تسوي بامبنج، ممكن تفشل، اوكي؟ ممكن هذا اول سبب. ثاني سبب due to arrhythmias اللي هو الفنتريكل تاكيكارديا، ممكن يصير عندي فنتريكولار تاكيكارديا، تمام؟ ويتعب القلب ما يقدر بعد، يعني بس يبقى يرجف في مكانه، تمام؟ او ينبض بسرعه بس ما جاي يطلع الدم، هيك شيء. هذا النوع السبب الثاني. بعد acute worsening of the heart failure، او ممكن بسبب الهارت فيلر سبب لي هذا الشوك، لان الهارت فيلر ايش قلنا؟ نقصان الكاردياك اوتبوت، الهارت فيلر القلب ما يقدر يضخ الدم، ما يقدر يؤدي الوظيفه مالته، يصير بي ديسفانكشن، فممكن همينه يقلل الضغط وبالتالي يصير عندي كارديو جينيك شوك. زين، نكمل بعد الكارديو جينيك شوك ايش بيها ما بيها. يقول سنترال فينوس بريشر اللي هو الضغط مات الوريد ايش راح يصير بيه؟ يقول اما يكون نورمال او يكون رايزد. ليش نورمال وليش رايزد؟ نورمال يعني نورمال ما بي شيء، رايزد لانه الدم مجمع بيه بعده، ماكو فد دم يجي، يعني قلت لكم انه هو يصير شلون الحلقه الدواره، هذا القلب هسه زين، وهذا الأوردة، وهذا الشرايين، ماكو فد قوة دافعة تيجي من القلب
وتمر عن طريق الشريان وتتفاعل الدم مات الوريد، هذا مات الدم اللي تتفاعل يا ترجع لها القلب مره ثانيه. ماكو ليش؟ لان هذا فاشل ما جاي يضخ لدم زين. فبهاي الحاله ممكن يصير عندي يعني رايز يرتفع للضغط وين بالاورده. اوكي but falls to bump effectively dramatic drop in the arterial pressure. واحنا قلنا الفينس بريشر يكون معاكس للارتيريال بريشر، هذا يزداد هذا يقل، هذا يقل هذا يزداد، وشرحت لكم اياها هذه بالسيشنات السابقه مات الكارديو زين. هذه هم ممكن ياثر له على من ياثر له على الكورونري ارتريز. الكورونري بعد ما بيها دم يعني انا لازم اضخن، اني من اضخ دم للايورتا راح يطلع قسم من الدم مات الايورتا يروح للكورونري ارتري اللي يغذي للقلب. فاذا انا ما اضخن دم كافي ممكن ما يروح، يعني الدم اللي يروح للقلب يكون قليل لعضلات القلب اقصد زين، فبالتالي يسبب لي مشاكل بالكورونري ارتري. اوكي بعد ممكن الدم اللي يروح للكدني يكون قليل، بالتالي ممكن يسبب لي اكيوت رينال فيلر اللي هي الار اي اف. ليش؟ الدم ما جاي يروح للكليه، والكليه هي اصلا شلون سبحانه بالدم 24 ساعه الدم يطبيها ويطلع، هي اكتيف اورجان يعني كلش زين. هذه اخذنا اول وحده. نجي من الميكانيكال شوك اللي هو يعني القلب ما يقدر يمتلئ، القلب ما يقدر يمتلئ بالدم. ليش؟ ممكن يسبب الكاردياك تومبونيت. شنو هو الكاردياك تومبونيت؟ كاردياك تومبونيت معناها انه دم العفو مو دم يصير اكو سوائل تجمع داير ما داير المايوكارديوم، يعني تكون بين البرايكارديال وبين المايوكارديوم او بالكافيتي مات القلب تجمع سوائل. هذا السوائل متى تجمع ما تخلي القلب يصير بريلاكسيشن بشكل كافي على مود يستقبل الدم، تحصره توازيه زين، بالتالي ما يقدر يكون فيلينج بالبلاد، وهاي تاثر عليه تاثر على الدايستول، يعني الدايستول يكون ليميتد بيها. اوكي واكثر شيء يقول افكت ليفت اند رايت سايد اوف ذا هارت، تاثر عليهن اثنيناتهن زين. هذه اول شغله. او مرات يصير اكو ثيكنس، يعني ثيكنس يصير بالبرايكارديا نسميه برايكارديا كونستراكشن او كونتراكشن، يصير اكو ثيكنس بالبرايكارديا بالتالي يضغط على الهارت وما يخليه يمتلئ زين. هذا ممكن هم يسبب لي هاي الشغله. هنا ايش راح يصير؟ راح يصير هاي سنترال فينس بريشر ولو اتريال بريشر، كل الشوكات يصير بهن لو اتريال بريشر، كل الشوكات لان هو يصير نقصان بالضغط مات الشريان. الفينس بريشر راح يكون عكسه، هذه خليها ببالك. بعد يقول الهارت attempts to beat continued electrical activity، يقول القلب جاي يحاول انه ينبض، جاي يحاول انه يدفع الدم، جاي يحاول انه يعني يكمل شغله هيك يعني تعب مثل ما نقول. بعد السبب الثاني للميكانيكال شوك ممكن يصير بسبب اللارج بولمونري امبولزم، يعني اكو فد امبولزم وين صايره؟ صايره بالرئه، لا بس شنو؟ بشرط ان تكون لارج بولمونري امبولزم زين. يقول هذا الامبولس اوكيلوتس ذا لارج بولمونري ارتري، سد البولمونري ارتري. اوكي اذا سدت البولمونري ارتري انا شنو بعد ما اقدر الرايت فينتريكل كانت امبتي، بعد ما اقدر ادفع الدم من الرايت فينتريكل المن للرئه، فبعد ما راح اقدر اجيب الدم منين؟ من الاورده بعد اخليه بالرايت فينتريكل، هو ممتلئ. ليش؟ انا كوفد امبولزم سادت لي البولمونري ارتري، ما اقدر ادفع الدم من الرايت فينتريكل للبولمونري ارتري، يبقى الدم مجمع بالفينتريكل بالرايت فينتريكولر فينتريكولر العفو، وما يقدر يجيب لي اياه منين؟ يجيب لي اياه من الاورده، فيبقى الدم مجمع بالاورده، فالضغط مال الاورده راح يزداد زين، واني ما جاي ادفع دم للرئه على مود يرجع من الرئه للليفت فينتريكولر ويدور يضخها للشريان ويصير عندي يعني بلاد بريشر عالي، لذلك بعد البلاد بريشر يختفي لان ماكو دم راجع مره ثانيه للقلب او للليفت فينتريكول. تمام. وكذلك هم ممكن يسبب لي ديسنية وتشيست بين. ديسنية ليش صار؟ لأنه الخلل بالرئة صاير. أوكي دم ما يوصل إلى هواي، وتشيست بين لأنه هو إمبولزم بعد والهارت ما يقدر يضخ وإلى آخره. نجي هسه من للهايبوفوليوميك شوك. الهايبوفوليوميك شوك كل الأمور ثابتة طبيعية ما بيها شيء، لكن الدم حجمه يقل. شلون؟ بسبب بليدينج مثلا، هيموريج أكثر شيء تقريبا. يقول most commonly due to the hemorrhage، يعني أكثر شيء يصير بسبب النزيف الهيمورايج زين، خصوصا الداخلي. يقول 20% of blood loss unlikely to cause shock، يعني إذا أقل من 20% انفقد الدم فممكن أنه سبب لي شوك، لكن مو يعني شلون مو سيفير، مو بسرعة، يكون جرادوالي زين متدرجة. Severity of the shock is related to amount and speed blood loss، يعني يقول إذا الشوك
بسرعة تصير أو صدلي أو فجأة، هذه متعلقة إذا كان النزيف سريع، وإذا كان النزيف يعني فجائي زين أو انقطاع شريان كبير هيك يعني. الهيبوفوليوميك شوت كان also result from severe burn، ممكن يصير بسبب severe burn يعني الحروق، يعني الحروق إذا احترقت، إذا احترق شخص مثلا لا سامح الله راح كل الشرايين ما تكون عرضة إلى أنه تكون مفتوحة وتصير بها نزيف. بالإضافة إلى ذلك طبعا هذه كلش مات الحروق كلش سائلة كلش كمان أوكي. بالإضافة إلى ذلك راح يفقد السوائل مالته والان اي الان اي والووتر يفقدها زين، وصار عنده فوميتينج همينة، وكذلك دياريا. بعد الهيبوفوليوميك شوك شو يقول بيها بعد هنا؟ يقول انه الفينس براجر فولس، هنا عكسه، مو عكسه وانما اكو فد اختلاف. الفينس براجر شو بيه؟ يقل عكس دنيشة الفينس براجر يزداد. الكارد ليش هنا الفينس براجر قل؟ خلنا اسألك عن السؤال، ليش قل؟ ليش نبهنا اكثر شيء على الفينس براجر فولس؟ لانه يا عيني الفينس براجر ما بيدم هواي. زين ليش ما بيدم هواي؟ لان يعني مو صار نزيف، مو نزيف اكو، هو الدم مو كليته يعني، الدم مو حجمه ثابت، مو 7 لتر مثل الشوكات اللي اخذناها من قبلها اللي هي الميكانيكال والكارديوجينيك. يعني الدم هنا قليل، يعني هو مو متجمع بالفينس براجر على مود يزداد. هنا لا الاتري براجر ولا الفينس براجر، ثنتين واطئات. ليش؟ الدم ماكو، دم جاي مفقود. زين بعد يقول الكاردياك اوتبوت شبيهة تكون ناقصه، كانه مثل انيميا، مثل انيميا يعني نقصان دم، يعني دم ماكو، شلون انا منين اجيب لك كاردياك اوتبوت عاليه؟ بعد ممكن يصير عندك شو اسمه بعد هذه هنا شلون ما ادري شلون صاير. المهم الاتريال براجر فولس، يصير الاتريال براجر فولس وبمن اقدر انا اقيسه؟ اقدر اقيسه بواسطه منه، بواسطه البارا ريسبتر. احنا يعني نعرف ان البارا ريسبتر وين موجوده؟ موجوده بالكاروتيد ساينوس او كاروتيد بودي او الايورتيك ارش. البارا ريسبتر اللي اخذناها بالسيشنات السابقه مات الكارديو همنا مال هذا سي في اس. فالبارا ريسبتر تتحسس لي اذا كان الضغط عالي او اذا كان الضغط واطي. فبهاي الحاله تتحسس لي تقول لي يا ترى الضغط واطي، راح تودي اشاره لمن؟ للفازوموتور اللي موجوده بالدماغ. تمام. فش راح تحفز؟ راح تحفز السيمباثيتك سيستم، يقول انكريز سيمباثيتك ستيميليشن. تمام. راح يصير عندي تاكيكارديا على مود شنو؟ على مود ادفع دم هواي، على مود ارجع الضغط للوضع الطبيعي. تمام. بعد الفورس اوف كونتراكشن راح تزداد، وراح يصير اكو بريفرال كونستراكشن، راح يصير اكو تضييق بالاوعيه الدمويه على مود ما افقد دم، ما افقد بليدنج. هو ليش صارت هيبوفوليوميك شوك؟ لان يعني عندي بليدنج، فانا اسوي كونستراكشن بالاوعيه، تضييق بالاوعيه على مود ما يصير عندي نزيف يعني هواي وافقد دم اكثر. بعد الانترنال ترانزفيوجن يعني التغذيه الداخليه تقل مات الدم. بعد انكريز بريفرال ريسيستنس ريديوس ذا كابيلاري هيدروستاتيك بريشر، يعني شنو هو؟ يعني من زيد البريفرال ريسيستنس، التوتال بريفرال ريسيستنس ازيدها لان سويت كونستراكشن مو هيك الاولى، فبالتالي راح يقلل هيدروستاتيك بريشر. اذا قلل هيدروستاتيك بريشر بعد ماكو دم يطلع من خارج الشريان الى خارج، من داخل الشريان الى خارج الشريان، سواء للخلايا او الى خارج الجسم. تمام. وراح تسالفه هسه، يعني دم بعد ما يطلع من داخل الشريان الى خارج الشريان هو الهيدروستاتيك بريشر الوضع الطبيعي، يعني حتى للخلايا ممكن راح يقل. يقول نت موفمنت اوف فلويد انتو كابيلاريز، والدم هم راح يبقى وين؟ بالكابيلاريز، على مود يرجع للضغط للوضع الطبيعي. زين. بعد البريفرال فازو كونستراكشن شات داون امبارس تيشو بريفيوجن، يقول هذا البريفرال فازو كونستراكشن، البريفرال فازو كونستراكشن يعني مسويت فازو كونستراكشن مو لا على مود امنع البليدنج، من سويت فازو كونستراكشن قلل الهيدروستاتيك بريشر، يعني بعد ما راح يطلع الدم من داخل الشريان الى خارج الشريان. بالتالي هاي العمليه هم اثرت على الخلايا، لان انا بالحاله الطبيعيه الدم يطلع من داخل الشريان الى خارج الشريان ويروح للخلايا يغذيها. بهاي الحاله انا مسويت كونستراكشن راح يقلل الدم اللي رايح للخلايا، يعني الخلايا شلون راح تبدي مرحله اسكيميا او سيل انجر او سيل ديث، راح تموت، تبدي تموت. ليش؟ ما يوصل لها دم، راح يصير بيها هايبوكسيا. تمام. فبهاي الحاله ايش راح تفرز هذه شو اسمه الخلايا؟ راح تفرز، هي تتحسس الخلايا يقول لك يابا انا ما عندي دم. ليش؟ بسبب الفازو كونستراكشن، هيدروستاتيك بريشر ما عندي. فبهاي الحاله راح تفرز لي الفازو دايليتر ميدييتر. تمام. هذا الفازو دايليتر ميدييتر شو تسوي لي؟
اللي هي المواد مثل النيتريك اوكسايد والهستامين والى اخره وغيرها، يعني جزء انه مو نصلي لذكرتهم بس انه غيرهم. المهم فاسود ايليتر ميدييتر من هي تفرز لها الخلايا وتودي لها للبلاد فيزل، على مود يسوي على مود تقلل الفاسو كونستراكشن وتسوي لي فاسو دايليشن، فهنا راح تقلل لي التوتال بلفر ريسيستنس، راح اسوي لي فاسو دايليشن هذا الميدييتر، تمام. البراد برجر راح يرجع ينخفض يصير ناقص، ينقص مره ثانيه، والفايتال اوركان كان نو لانجر بي برفيوجن. ويعني رغم هذا الدايليشن اللي صار راح يرجع لي الشوك مره ثانيه، الهيبر راح يصير عندي هيبوتينشن، يعني من جهه سمباثي انا حفت السمباثيك سيستم على مود يسوي لي فازو كونستراكشن، بس الخلايا سوت لي فرزت لي ميدييتر فازو دايليتر ميدييتر راح اسوي لي فازو دايليشن، هذا الفازو دايليشن اللي راح تصير راح تكون عكس السمباثيك، يعني واحد يجي بالطول وواحد يجي بالعرض، فراح تبقى الشوك هنا نفسها الهيبوفوليميك شوك، زين، وبالتالي الدم ما راح يوصل لاكثر الاورجانات ويصير عندي مالتي سيستم فايلر، اكثر من عضو بالجسم راح يدمر وراح يموت، ليش؟ ما جاي يوصل لدم، تمام. زين الاعراض مالت الهيبوفوليميك شوك، اول شيء البيشنت اول شيء عنده تاكيكارديا وايك بالس، يعني النبض مالته يكون ضعيف، والبيل سكن لان ماكو دم يكون لون الجلد مالته شاحب، ويكون كولد اند كلامي اكستريميتيز، يعني الاطراف مالته تكون الباردات وشاحبات وهيش دبلانات، شلون الدبلانات. زين هسه نجي لما للديستريبيوتيف شوك، الديستريبيوتيف شوك هذا اللي هسه قلت لكم عليها انا بيها نوعين قبل لا ناخذ النوعين مالتها، هي شنو هاي؟ لو ريسيستنس شوك، لو ريسيستنس شوك شنو نوع هاي؟ بعلي هذه الدم مالتك طبيعي، القلب مالتك طبيعي، لكن عندك التوتال بريفرال ريسيستنس قاله. انا اوضح لك اياها شلون. عندك هسه مثلا عندك جلاس، خلي هاي تجربه يمك لا تجربها انت، عندك جلاس، هذا الجلاس صغير زين، خلي بيه مي، هذا المي اللي مخليه بيها جيبت لك انت، جيبت لك فد ورقه، هذه الورقه خليتها وين؟ فوق الجلاس على المي، يعني فوق الجلاس انت تارسه مي، احنا نوضح لكم اياها هيك هنا زين، هذا الجلاس انت تارسه مي وجبت لك ورقه اللي هاي باللون الاحمر خليتها فوق، وين راح تطوف؟ راح تبقى فوق، متفقين؟ متفقين. جبت لك الدور فد شو اسمه اناء، هذا الاناء نفس الحجم مثل ما الجلاس، نفس العفو نفس الارتفاع مثل الجلاس، تمام، بس شويه اكبر اعرض، وخليت بيه نفس المقدار مات المي اللي خليته بالجلاس، وين راح تلقاه؟ راح تلقى المي هنا، فمن تخلي الورقه راح الورقه هنا توقف، من هو الاعلى؟ هذا لو هذا اكيد هاي الورقه اللي بالجلاس اعلى من هذا الاناء، مو هيك شيء؟ بالدم بالديستريبيوتيف شوك نفس الشيء، التوتال بريفرال ريسيستنس تقل، يعني الشرايين شو يصير بيها؟ دايليشن، يصير بيها فاسو دايليشن، تمام، تتوسع، من تتوسع هو نفس الكميه مال الدم موجوده ما بيها شيء، والقلب نفسيته، بس شنو؟ الشرايين قامت تاخذ دم اكثر، وضحت السالفه هسه؟ يعني تستوعب اكثر، بالتالي ماكو شيء يضغط على الجدران مالت الشريان، ما يسوي له ضغط، وضحت هسه؟ الدم ما بالشرايين ما يكفي لي على نسوي له ضغط على جدار الشريان ونسوي له يعني يرفع له الضغط نسوي له بلاد بريشر، فيصير عندي هيبوتينشن، هذا ديستريبيوتيف شوك، وبيها نوعين، بيها اما تكون توكسيك شوك تمام او الانفلاكتيك شوك. التوكسيك شوك نجيها اول شيء معناها شنو؟ معناها اكو فد شيء سمي داخل الجسم، شو نسميها؟ نسميها بالسبتسيميا، هاي السبتسيميا او نوع احد اسباب التوكسيك شوك، السبتسيميا معناها اكو بكتيريا تفرز لي ماده، هذه الماده نسميها بالاندوتوكسينك توكسينز، العفو الاندوتوكسينز هي ماده تفرز من خلال البكتيريا وين تنفرز؟ بالدم. شو يسبب لي؟ سبب لي السبتسيميا، السبتسيميا شو يسبب لي؟ التوكسيك شوك. زين شو يسوي لي هاي الاندوتوكسينز؟ شو يسوي لي توكسينز؟ يسوي لي كوز بروفوند فاسو دايليشن، من يسوي لي فاسو دايليشن توتال بلفر ريسيستنس راح تقل، اذا قلت التوتال بلفر ريسيستنس راح يصير لي بلاد بريشر راح يقل، كارديوك اوتبوت راح يقل، وبالتالي شو يسبب لي؟ يسبب لي توكسيك شوك. زين وهذا هم ياثر لي، ما راح يخلي لي الدم يوصل للاورجانات، وبالتالي يصير عندي ليس برفيوجن اوف ذا مالتي اورجان. بعد شبيها يقول decrease arterial pressure، راح يقلل arterial pressure، هذا ندري بيها
ديتكتد باي باراريسبتر، وش راح اسوي؟ باراريسبتر من تحس انه الضغط قل راح ايش تحفز لي؟ تحفز لي السمباثيك سيستم، تمام؟ اذا حفزت السمباثيك سيستم راح يصير اكو فاز اوف كونستراكشن، يرجع الفاز اوف كونستراكشن مره ثانيه. بس هذا الفاز اوف كونستراكشن اللي راح يرجع يقول ميدياتر اوف ذا فاسودليشن اور اوفردن باي من باي سيتوكاينيزات. السيتوكاينيزات هذه المسؤوله عن الفاسودليشن، اوكي؟ يقول هارت ريت اند ستروك فوليوم انكريز، بالتالي الهارت ريت اند ستروك فوليوم راح تزداد مره ثانيه، تطلع واي ستروك فوليوم هو الدم اللي خارج من القلب، اوكي، للضربه الواحده، تمام. الساين اللي اقدر اشوفه على البيشنت ثاني، البيشنت هاز تاكيكارديا سترونج بالس وعنده ريد اند وورم اكستريميتيز. زين، هسه نجي من الانافلاكتيك شوك. الانافلاكتيك شوك شنو هذه؟ طبعا الانافلاكتيك شوك اكثر شيوعا من التوكسيك شوك، هذه يعني ما حساسيه. يقول سيفير الليرجيك رياكشن، هسه اكو شخص مرات يعني تقرصه نحله ويفقد وعيه، وهي نحله مثلا، ليش؟ لان يتحسس عنده حساسيه كلش عاليه، نسميها بالانافلاكتيك شوك. هذا ليش يصير؟ صار قلت لك لان سيفير الليرجيك رياكشن. شلون؟ يقول ريليس اوف ذا هيستامين فروم ذا ماست سيل او اذر ميدياتور، من تنصاب انت او من تلسع راح الماست سيل شو تسوي؟ تفرز الهيستامين. الهيستامين شنو هو وظيفته؟ وظيفته فاسو دايليشن، فيكون باور فاسو دايليتر افكت، ياثر لي يسوي لي فاسو دايليشن كلش كبير، بالتالي راح يقلل لي توتال بلاد ريزيستنس. اذا قلت ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي دروب بالبلاد بريشر، يقلل البلاد بريشر، بالتالي راح تتحفز الباراريسبتر، تتحفز، من تحفزت راح تزيد لي السمباثيك سيستم. اذا زادت السمباثيك سيستم على مود يزيد الكاردييك اوتبوت، بس هذه ما تقدر تقول بات كان نوت اوفركم فاسو دايليشن، يعني ما تقدر تتغلب عليه هواي. هذا سمباثيك هيك يعني. يقول امبارد بروفيوجن اوف ذا فايتال اورجان، راح شنو هو؟ راح يقلل لي الجسم الدم اللي واصل لي للفايتال اورجان مثل اللانج مثل الكيدني والى اخره، ممكن سبب لي به نيكروسيس وسبب لي به انفاركشن او يعني موت. زين، يقول ميدييتر اصل كيس اصل كوز بارو كونستراكشن، يعني بروكو كونستراكشن. كذلك هذا الميدييتر ايش راح يسبب؟ راح يسبب لي بروكن كونستراكشن، يعني تضييق بالممرات مالت الاوعيه التنفسيه البرونكاي، تمام؟ بالتالي راح يصير عندي ديفيكالتلي بريثنج، ديفيكالتلي بريثنج يعني صعوبه بالتنفس، فهذا هسه الكومبليكيشن مالتها. اول شيء انفرز الهستامين، سوى لي فاسوديليشن، زيد لي السمباثيك سيستم، تمام؟ السمباثيك سيستم يسوي لي فاسو كونستراكشن همينه، لكن ما يقدر يتغلب على الفاسو دايليتر. كذلك هذا الفاسو دايليتر اللي هو مثل الهستامين والى اخره، يسوي لي شنو هو؟ يسوي لي برونكو كونستراكشن، تضييق بما بالممرات الهوائيه، بالتالي يصير عندي ديفيكالتلي بريثنج. هذه من هي؟ هذه بما يخص الانفلاكتيك شوك. بعد يقول الانفلاكتيك شوك البيشنت اللي يحس نفسه انه انقرص مثلا، او اللي عنده حساسيه من الانفلاكتيك شوك، ايش راح يسوي؟ راح ينطونه فد اوبرا، هذه اوبرا هي مال ادرينالين. الادرينالين باعتبار تحفز السمباثيك سيستم، اذا تحفز السمباثيك سيستم بدايه الانفلاكتيك شوك راح يتغلب على الانفلاكتيك شوك وترجع لامور طبيعيه. لكن اذا الانفلاكتيك شوك وصلت الاوج مالتها، تمام، او وصلت نصها، بعد انت تنغم عليك، بعد ما تقدر تسوي شيء الا واحد يجيك يضرب لك سمباثيك سيستم، يضرب لك سمباثيك سيستم، يعطيك نور ادرينالين او يحفز لك السمباثيك سيستم مره ثانيه، تمام. هذول عاملين نحل من يشتغلون وحدهم، اغلب الاحيان يشتغلون وحدهم، يعطونهم ابره مال شو اسمه، ابره مال نور ادرينالين، يخلونها مثل هذه، تمام. من يحسون نفسهم انقرصوا، اوكي، من نحله من شيء، ويحسوا نفسهم راح يدوخون ويوقعون، شو يسوون؟ قبل يضربون نفسهم هيك بالفخذ على مو شنو هذا النور، شنو هي الحقنه؟ الحقنه مال نور ادرينالين. ايش راح اسوي لك؟ هذا راح تحفز لك سمباثيك سيستم على مسوي فاز اوف كونستراكشن وترجع الامور طبيعيه. لكن اذا انت ما ضربتها راح ينغمى عليك، اذا انغمى عليك وما حد راح يساعدك راح الامور تلاص عليك. زين، فهو هذه بالنسبه للانفلاكتيك شوك. الشوك وهذه كمخطط عليها، يقول لك هسه الانفلاكتيك شوك، الانفلاكتيك شوك او السبسيس نوعها شنو هو؟ ديستربيوتيف شوك. زين، شو يصير؟ اكو نقصان بالتوتال بلفر ريزيستنس، هذه اول شغله. خلصنا من هذه، نجي اما للهيموريج. اذا صار عندك هيموريج ايش راح يسبب لك؟ راح يسبب لك هيبوفوليميك شوك، والهيبوفوليميك شوك معناها نقصان بالكاردييك اوتبوت، واذا نقص الكاردييك اوتبوت يسبب لك دروب بلاد بريشر، تمام. المايوكارديو انفاركشن شو يسبب لك؟ يسبب لك كارديوجينيك شوك، ليش؟ لانه ضعف القلب، القلب بعد ما يقدر يسوي كونتراكشن ويسوي لك بامبنج يفشل، القلب ما يقدر يفرغ نفسه من الدم، ما يقدر يدفع الدم، بالتالي ينقص لك الكاردييك اوتبوت، واذا قل الكاردييك اوتبوت راح ينقص لك البلاد بريشر،
زين. الكاردياك تامبونيد اللي هو هذا سواء اللي داير ما داير القلب، اذا صارت راح يسبب لك ميكانيكال شوك، يعني القلب ما يقدر يمتلئ، بالتالي ينقص الكاردياك اوتبوت ويقل البلد بريشر، وكل هذني راح يؤدي لمن الى نقصان التيشو بريفيوجن، وبالتالي يسبب لي الشوك. زين، نجي لمن الهايبرتنشن اللي هو عكس الشوك. الهايبرتنشن معناها شنو؟ معناها زياده الضغط. هذا زياده الضغط شو يصير؟ يصير بسبب اما زياده الكاردياك اوتبوت او يصير بسبب التوتال بلد ريزيستنس. وإذا زادت مثلا الكاردياك اوتبوت راح يزداد الضغط، مو الكاردياك اوتبوت اذا زاد هم يزداد الستروك فوليوم، يعني الدم اللي خارج للضربه الواحده، وكذلك يزداد الهارت ريت، يعني عندك شلون التاكيكارديا. تمام، فيقول ريجوليشن اوف ذا بلاد بريشر ات ثري سايت، يعني اقدر انظم البلاد بريشر بثلاث سايتات. اول شيء بالكدني، لان الكدني تفرز للرينين، تمام، هي المسؤول عن افراز الرينين، والرينين اللي يحفز الانجيوتنسين، والانجيوتنسين والنوم كذا وكذا والى اخره، اللي اخذناها بالهارت فيلر. تمام، ويتحكم لي بمن؟ يتحكم لي بالبلد بريشر، يقلله او ينصيه. اذا عندي نقصان بالبلد بريشر ما راح تفرز للرينين مثلا، يعني كمثال، اوكي. واذا عندي نقصان بيه راح تفرز للرينين على مود تحفز الانجيوتنسين والفازو كونستراكشن، اوكي. زين، بعد بالهارت يقول ريجوليت كاردياك اوتبوت ثرو altering rate or force of the construction، يقدر ينظم لي البلد بريشر عن طريق شنو؟ عن طريق التحكم بالكاردياك اوتبوت اللي طالع ايش قد، تمام، والقوه مال الكونتراكشن مال العضله اذا كانت كبيره او لا. تدري هسه مثلا مرات بعض المواقف اذا انت بموقف محرج او خجل او شيء، تحس النبضه مال قلبك وين وصلت؟ وصلت البلعوم مالتك، تمام. فهي شوي القلب يقدر يتحكم بما بالكاردياك اوتبوت والكونتراكشن مالته. بعد الفاسكولايتر ريجوليتد توتال بلد ريزيستنس، يعني الاوعيه الدمويه هم تقدر تتحكم بهم بالبلد بريشر عن طريق التحكم بالتوتال بلد ريزيستنس. شلون؟ عن طريق ممكن افراز الميدياتر، او يجيها تحفيز من السمباثيك سيستم، يصير بها كونستراكشن، او يجيها تحفيز من البارا سمباثيك سيستم، يسوي لها فاسو دايليشن. هسه نجي من الكونسيكونس اوف ذا هايبرتنشن اللي هي التاثيرات مالت الهايبرتنشن. يقول اذا انت عندك هايبرتنشن لفتره طويله راح يصير عندك ليفت فنتريكولار هايبرتروفي، تضخم بمن؟ بالشريان، بالعفو، بالليفت فنتريكولار. ليش؟ هو الهايبرتنشن معناها شنو؟ معناها الشرايين جاي بصعوبه تستقبل الدم من القلب، مثل الايورتا. الايورتا اذا صار به هايبرتنشن هواي ما يقدر يستقبل الدم من القلب بشكل فريلي، يعني بصعوبه يستقبله، تمام. فالقلب جاي يعاني يلا يدفع الدم من الليفت فنتريكول للايورتا، زين. فشلون يعني الدم راح يبقى متجمع، يعني مو كان ما انا ضخن خمس لترات مثلا للايورتا راح اضخ بس ثلاثة وبقى اثنين، والمره الثالثه هم اضخ بس ثلاثة وبقى اثنين، جد بقى عندي أربعة، مره الرابعه جد اضخ بس ثلاثة وبقى اثنين، جد بقى عندي ستة، راح يزداد الدم اللي متجمع بالفنتريكل وسبب لي هايبرتروفي. زين، بعد الهايبرتروفي هذا يكون ريسك فاكتور ايضا للهارت فيلر، وهذه اخذناها وين؟ اخذناها بالسيشن السابق. بعد يكون ريسك فاكتور ايضا للاتريال ديزيز، بعد كورونري ارتري ديزيز او الميوكارديو انفاركشن او الانجينا، والسيربرو فاسكولار سيستم يسبب لي ستروك مثلا، والرينال فاسكولار ارتري او الكيدني فيلر، يعني الدم بعد ما يقدر يوصل ممكن للكيدني، ممكن يسبب لي شنو؟ فيلر، لان يعني عندي كونتراكشن، الضغط عالي كلش، ويأثر على الرتينه. بعد هذا الشخص اللي عنده مثلا ارتفاع بالسكر او ارتفاع بالضغط، الرتينه بعد يعني عيونه ما يقدر يشوف بيهن بعد، زين، ليش؟ الضغط يزداد داخلهن، والايورتا هم يتاثر. زين، التريتمنت مال الهايبرتنشن انطيه علاجات. اول شيء هذه العلاجات اما تكون نون فارماكولوجيكال، يعني اما تكون مو صيدلانيه او مو يعني ادويه، مو دراكس، او اما تكون دراكس. اذا كانت مو دراكس اقول له لازم ينقص الوزن مالته، يسوي اكسرسايز، يقلل الملح اللي موجود، زين، ويزيد من الفواكه والفيجيتابل اللي ياكله، الخضروات. اما الادويه مثل من اعطي ديورتيك هرمون على مود اقل اطلع الصوديوم الزايد واطلع وياه الماء على مود يقلل البلد بريشر، واسوي له فاسو دايليشن، اعطي علاجات اسوي له فاسو دايليشن، واعطي اي سي اي انهبيتور اللي هي الانجيوتنسين كونفرتينج انزايم. من أعطيه إياه معناه ما راح أحاول الأنجيوتنسينوجين إلى أنجيوتنسين 1 والأنجيوتنسين 1 إلى أنجيوتنسين 2، والأنجيوتنسين 2 يسوي لي فاسو كونستراكشن، وبالتالي زاد عندي الهايبرتنشن.
فانطي هذا على مود تمنع لهاي العمليه كليتها، او انطي اي ار بي اس اللي هو الانجيوتنسين ريسبتور بلوكرز، ما اخلي الانجيوتنسين ياثر لي على يعني شو اسمه الريسبتورات اللي موجوده بالشرايين، وبالتالي يصير عندي فازو كونستراكشن يعني اثبط عمله، وكذلك اعطيه بيتا بلوكرز اللي هي تثبط العمل السمباثيك سيستم.